كيف أعرف الدجاج البياض؟ يتميز الدجاج البياض عن غيره من أنواع الدجاج ببعض الخصائص التي من خلالها يسهل عليك التفريق بينه وبين الدجاج منخفض إنتاج البيض أو غير البياض تماما، حيث تتميز الدجاجة عالية إنتاج البيض بمميزات سهلة وواضحة، حيث تساعد مربي الدجاج بشكل كبير على عملية التفريق بين الفرخات عالية الإنتاج من البيض أو قليلة الإنتاج، ليقوم باستبعاد الدجاجات التي إنتاجها من البيض منخفض ليوفر عليه تكاليف غذائها وعلاجاتها. وهذه العملية بالإضافة إلى ما سبق توفر الجهد والمال على مربين الدجاج البياض، ويكون ذلك عن طريق تخفيض تكاليف الغذاء والإعلاف التي تتناولها الدجاجات منخفضة الإنتاج من البيض وتكاليف الرعاية، وبالإضافة إلى اللقاح والعلاج. وحتى نميز ذلك نقدم لكم خصائص الدجاج البياض المثالي، وهي لا بد من اختيار الدجاج البياض وذلك خلال عملية الفرز، وتتم هذه العملية بعد ما يقارب مدة شهرين إلى 3 أشهر، وذلك من بداية إنتاج البيض وعملية بيع نتاج الفرز وإبقاء الدجاج البياض المثالي للإنتاج، وذلك من خلال المواصفات الشكلية للدجاج والتي تتناسب مع طول فترة التربية وهي 18 شهرا. وخلال هذه الفترة يحتاج الدجاج البياض خبرة ووقاية جيدة ورعاية صحية، حيث تساعد في تخفيض النفوق في الدجاج البياض، بالإضافة إلى توفير الإعلاف الجيدة والمساحة المناسبة للدجاج في المزرعة، بحيث أن كل 6 دجاجات تحتاج إلى متر مربع تقريبا. من خلال الخبرة في اختيار السلالة الجيدة وعالية الإنتاج، حيث تتميز بما يلي: أن المسافة التي تكون بين عظمتي الحوض في الدجاجة بما يقارب 3 أصابع، أما الدجاج غير البياض فإن هذه المسافة تكون أقل. المسافة بين عظمتي الحوض وعظمة القص تكون متسعة. في الدجاج البياض تكون عظمتي الحوض طرية ويمكنك ثنيها بكل سهولة، أما الدجاج غير البياض فتكون العظمتان مدببتان. تكون فتحة المجمع فاتحة اللون ورطبة وواسعة، أما الدجاج غير البياض فتكون جافة وبلون أصفر. يمكنك تمييز الدجاج البياض بأن العرف في الدجاج البياض أحمر اللون وفي الدجاج غير البياض غير باهت. يظهر في الدجاج البياض المنقار والأرجل باللون الباهت وفاتح لأنه يستهلك صبغة صفراء في إنتاج البيض.